يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها لهم، هيأها لهم، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هكذا شجعهم الشيطان ودفعهم الشيطان إلى بدر دفعا، وكلما ترددوا قال: هلموا. قيل إنه تصور في صورة رجل، قيل في صورة مالك ابن جعشم. قال: وكان أنا ذاك كافرا. قال: تقدموا، إني جار لكم، فشجعهم على المضي قدما إلى بدر. فلما تراءت الفئتان، الفئة المؤمنة مع الفئة الكافرة، نقص على عقبيه ولى هاربا مدبرا، وقال: إني بريء منكم. قال لأصحابه: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. ماذا رأى؟ رأى جبريل عليه السلام، ورأى ملائكة الرحمن عليهم السلام. قال: إني أرى ما لا ترون.